إلى أخبار المال والأعمال. تسعى غرفة عمليات خاصة بأصحاب المصلحة في قطاع الثروة الحيوانية لحصر المتضررين والأضرار المباشرة وغير المباشرة من عملية توقف صادر الماشية. واطلع وزير الثروة الحيوانية والسمكية علم الدين عبد الله بشر على الخطوات التي اتخذتها الغرفة في دعم مجهودات الدولة في تسريع الإعلان النهائي عن محاصرة والسيطرة على مرض حمى الوادي المتصدع الذي ظهر في بؤر صغيرة بولايتي البحر الأحمر ونهر النيل، وترتيبات إعادة فتح باب الصادر للدول المستوردة للمواشي واللحوم السودانية. وأبلغ الأمين العام للغرفة خالد المقبول وكالة السودان الرسمية للأنباء أن أعضاء الغرفة أكدوا خلال اجتماع الوزير معهم استعدادهم وجاهزيتهم لبذل الجهود لمعالجة تداعيات قرار توقف الصادر. أكد المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية رئيس غرفة إنجاح الموسم الزراعي بولاية القضارف نفيس النوح أن عمليات حصاد السمسم تسير بصورة متواصلة، مؤكدة جاهزية إدارة وقاية النباتات لمكافحة الآفات التي تتزامن مع موسم الحصاد. كما أشادت في تصريح لوكالة السودان للأنباء باتباع مزارعي الولاية لخطوات التقنيات الحديثة ما يبشر بإنتاج وفير لكافة المحاصيل التي تم زراعتها بولاية القضارف. وفي ذات السياق أعرب مزارعو الذرة بأنواعها عن سعادتهم بتواصل هطول الأمطار الذي يلعب دورا مهما في إكمال مراحل نضج الذرة. شاركت جمعية فلاحة ورعاية النخيل السودانية بدعم من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بملتقى أرفور للتمور بالمغرب، وذلك بوفد مشترك من الشركات المهتمة بفلاحة التمور. وأكد عدد من المستثمرين الذين وقفوا على معرض السودان أكدوا جودة أصناف السودان شبه الجافة وشبه الرطبة في الأسواق الأوروبية، والتي عرف التمور السودان منذ ستينيات القرن الماضي من إنتاج مصنع تمور كريمة. وتتخلل الملتقى عدد من المحاضرات والندوات في أيامه الثلاثة القادمة. تمكنت الشرطة بولاية النيل الأبيض من ضبط مصنع تقليدي يعمل في تصنيع الزيوت الفاسدة من شحوم الدجاج النافق بمربع 29 بكوسي. وقف مدير شرطة ولاية النيل الأبيض عيسى آدم إسماعيل على المضبوطات بشرطة القسم الأوسط بكوسي. وأوضح مدير شرطة الولاية أن الضبطية تمت وفقا لمعلومات توفرت للشرطة الأمنية قامت على أثرها بزيارة للموقع تأكد من خلالها عمل المصنع بصورة تقليدية خالية من الرقابة الصحية والأمنية بالتعاون مع بعض الشركات ذات العلامة التجارية المعروفة. وقال إن كمية الزيوت التي تم ضبطها وجدت معبأة في 2 من البراميل و30 جركان كبيرة كانت في طريقها للسوق، بالإضافة لأكثر من 4500 كيلو من الدجاج النافق. وأعلن مدير شرطة الولاية حرصهم على أمن وسلامة المواطنين من خلال التنسيق المحكم مع جمعية حماية المستهلك والأجهزة الأمنية والصحية الأخرى. وفرت معلومات للإخوة في الشرطة الأمنية أن وجود مصنع لتصنيع الزيت من مخلفات الدجاج النافق وشحوم الدجاج النافق، وتم متابعة هذه المعلومات متابعة دقيقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالتفتيش، وتم مداهمة الموقع، والحمد لله أسفر التفتيش عن ضبط يعني كميات كبيرة من الزيت مصنع من شحوم مخلفات الدواجن، وهي عبارة عن زيت فاسد وغير قابل للاستخدام العدمي، وفي نفس الوقت هو مخالف للرغابة الأطعمة. والكميات المضبوطة عبارة عن 3 براميل مليئة بالزيت و36 جركانة أيضا مليئة بالزيت وكميات كبيرة جدا من الكريستالات الفارقة.